فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ضد تشيبولو بولو زامبيا. التاريخ معاك والجمهور معاك وان شاء الله الفورمة تحضر معاك ولا صوت يعلو فوق صوت النسور. نسور كارتاج، معز حسن، دراجر على اليمين، حدادي على اليسار، برون مرياح وسط الدفاع، يلعب الصخيري وبن محمد، فرجاني في وسط الميدان، خزري مساكني وطه ياسين خنيسي في القدام. تشكيلة تيرانجا السنغال، لحراسة المرمى جونيور غوميز، على اليمين قاسما، على اليسار سابالي، رقم ثلاثة خاليدو كوليبالي، ثمانية الشيخ كوياتي، خمسة غانا، 17 نداي، 14 صابيت، 15 دياتا، 10 الأشهر مواطن سنغالي اللي هو ساديو ماني، والتسعة تاسمة الأثوبي القاضي الأثوبي يعطي إشارة الانطلاق على بركة الله. كرة عن طريق قاسما، منتخب السنغالي اللي يبلغ نصف النهائي الرابع في تاريخه، مهم جدا في المنتخب التونسي. ترجع كرة ساديو، 60 مباراة مع كرة ترجع للتيرانجا. السنغال تفرض الواقع في البداية وبالراس دراجر عن طريق ال 15 للتيرانجا، والتسديدة من يانجا، كرة بعيدة دياتان يانجا، وان يانجا يشوت كرة ما يشوتش. ساديو طلع كرة خطيرة العرضية، كرة صعبة للمنتخب التونسي ودراجر برافو. الكرة تمشي وخطيرة وبرا اوت، ضربة مرمى تونس، كرة ترجع منتخب التيرانجا. الاسود تخسر كرة في توش التونس. ابسي سي اولمبياكوس، وادري ساكي يلعب في التوفيس ايفرتون. كرة كاني في حمام عربي، تمشي كرة خطيرة وفرصة المنتخب التونسي. مساكني لف ودار، والدفاع بين دفاع فك الكرة، المساكني وقاتل الكرة بمساندة بن محدادي، يمشي حدادي يعمل الكروس، الدفاع مرتبك من الأسود والحارس. ترجع الكرة لفريق الترنجة، خطيرة العرضية والدفاع بامتياز. هادي الصخيري هز كرة على اليمين، ينطلق دراجر، هلعب معه واحد اثنين، يا خسري السنغال ما غير خطورة، ولكن بعد المنتخب التونسي خلف المباراة. الجمهور التونسي وجمهور التيرانجا الامل كان ممتازة، وافتكاك الكرة هذه هي، العب الكرة، العب كرة، فما خطا يا بملاك، تنفيذ وهبي، يمشي الخزري، يمشي الخزري، يا براس والكرة عالية، ترجع كرة وهبي الخزري، يلعب كرة وهبي الخزري بالراس، مش ممكن كيف ضاعت هذه، مش ممكن كيف دار يوسف المساكني، كرة تقريب في 7-8 متر، كرة تمشي ملعبة طويلة، التغطية حط بدنك، ارجع ديلان باي برون دايره واحده اثنين، اصرار من النسور، اوبا يا فرجاني، فرجاني ممتاز، رد حذاري من الاطراف، يمشي بالكره انطلاق صعبه للتيرانجا، الشوطه والعارضه، اي يا ستار يا مان على اختار العارضه، كره اليساري عن طريق اللاعب كرة فرجاني خطيرة، هيا هيا اضرب كرة، اش فما وين الفار؟ والكرة للحارس، الحارس غوميز، كرة واحدة اثنين، فرجاني مهم جدا، الفرجاني بدا يرجع الفورمة، مباراة العبور للفينال ضد القوية السنغال، حذوري خطيرة ومرة سليمة، ماجد والكرة السنغالية، محاولة التسديد وبرا برا، اوت ضربة مرمى المعز، حارس نادي نيس، الترنجة وكرة خطيرة، مش ممكن، مش ممكن ومرة سليمة، حذاري فما نوع من الهبوط في المستوى، فما نوع من التراجع في الأداء، فما نوع من التفوق التكتيكي والفني وفي السرعات في ظهرك، خطيرة جدا، والدفاع ولف وحط كرة برا، حط كرة برا من لطف الله، هي ارجع فرجاني، فرجاني وزع الان، اضرب الان، شوت الان، وكرة اخرج الحارس وفي فاول، في فاول، شو يقول الحكم؟ حكم يقول نرجع لإصابة الحارس، لا ادري لماذا العرضية باش توصل، التوزيع المراوغة ما تمش، برافو دراجر وفي خطا في ركنية. قاسما سابالي كوليبالي كوياتي جاننداي، ترجع من الدفاع التونسي، الكرة ترجع بالراس مرة أخرى خطيرة، يخرج معز حسن يخرج، وكرة خطيرة وفرصة الهدف يضيع، مش ممكن، مش ممكن، هذه الضربة يا طه ياسين، مش ممكن يا طه ياسين، كرة ممتازة المنتخب التونسي، كرة الهدف وكرة اللقاء وكرة الفينال، كرة البالدو ماتش، يلعب عرضية، هيا 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 إلي، مش ممكن الفر، بربشي معاك، ربي معاك،
ألعب كورة شينا واحدة الثانية اعطينا فاول شواب الخزري يلعب الكورة وابي الخزري بالرأس والدفاع والركنية وتونس بن محمد حذوري تيح حداد يرجع الخطأ أرجع الخطأ ضد بن محمد فيق رد بالك يا خليسي تمشي كورة ويني عندك ايه في فاول ورا طويلة اضغط عليها خليسي شيلها يا خليسي ولكن خطيرة والحارس وبرافو معز اللي ليك واللي خطيك مقطع النظر على الاوفسايد معز ان كونتران فماش اقوى منه شوف الكورة التسلل واضح على الترنجا في دار الدراجن ساديو والكورة بن يمشي سليتي نعيم شوت يا نعيم ملعب على الخزر يا قمة التركيز يا الأولاد مرة السلامات يمشي بالكورة نعيم شوت يا نعيم يا ولدي ارجع له خطيرة برشا ده ساديو يا بن مهول الكرة خطيرة امشي حط بدنك امشي بالكرة الحارس نصركم امشي لا يا خنيسي مش ممكن بواب مفتوحة شوف المراوغة شوف الخطورة العرضية والكرة مرت سليمة ألعب كرة شوت إليه بنالتي لا ضربة جزاء تونس بنالتي محلى زينك يا بنالتي يا فرجاني احكينا على ضربة جزاك ضد غانا البارح رد بالك يمشي فرجاني ساسي ويضيع كرة مش ممكن فرجاني ساسي ضيع كرة فينال بشكل مؤقت مش ممكن والله عرفته بشي ضيع لأنه هذا السر اللي حكيته البارح معاه قلت له مشيت هيا بعد باه سليتي بعد بنقا في كامل الصعوبات يمشي رقم 14 يضيعها برافو يا معز محلى زينك يا معز مش ممكن ما زال التونس الكان معز احسن يثر لنفسي بعد خروجي في الركلات انا معز والحسن انا احسن والتونس خرج كرة للرقم 14 تيرانجا كرة مباراة ضاعت على تونس وكرة ماتش اهدرها السنغال او ابدع في صد يا معز هذه معز صراحة خرجها من كرش الحوتة كان صعيبة برشا الحقيقة فرجاني لم يتوفق في الشوط ولكن معز نحى كرة سنغال يا رافعين اضرب الراس الفيليه فعلا مستيد سنغالي الان اخرج ومشينا هو مشاها وحده السنغالي وكرة خطيرة ويتعدى ويشوط والبرة تفجعت وين تعيطوا السنغاليين على جهة انتهت 0-0 سلكناه في الشوط دفاعيا ابدعنا في حدادي حذاري من هذه الكرة حذاري من هذه التوزيعة والدفاع يا ديلان خطيرة جدا والفريق التونسي يخرج منها السلامات حتى الكرة ساديو ماني في ظل حدادي هذه خطيرة العرضية صعيبة بالراس برافو ديلان كرة ثابتة حذاري على الكرة الثابتة ومعز والهدف الأول مش ممكن الهدف الأول للترنجا خطأ فادح خطأ قاتل المنتخب السنغالي يسجل 1-0 على معز حسن والمنتخب التونسي يسجل في مرمى خسارة معناها هكذا كورة بصراحة خطأ بدأ من الأول مجاني كادو من فرجاني ثم كورة عرضية مشكل كبير برشا المعز الحقيقة في هذه الكرات وحسن يخرج في الفارغ والكرة للسنغال في الشبكة 1-0 ضد مرماه ديلان برون والله غريبة المنتخب التونسي في هذه البطولة أيضا افتقد الحقيقة الحظ خانه يعني غانا سجلته في الدقيقة 92 البدوي حتى في مرماه موزع حسن ضد مالي دخلها في الشبكة الآن تضرب في برون وتدخل 1